القطاعات ازدحاما بعدد الشركات في سوق يحتمل نصف العدد. نتحدث اليوم عن شركات من قطاع التأمين السعودي والتي تتواجد في سوق مجهد من تآكل رؤوس أموال شركاته. المنافسة قوية وهنالك من يلعب على حرق الأسعار متناسيا أنه يحرق رأس ماله بذلك. شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني تأسست عام 2007 برأس مال 200 مليون ريال سعودي عام 1998، دخلت السوق السعودي كشركة تأمين بحرينية تعمل من خلال وكيل محلي. وبعد صدور الأنظمة المتعلقة بالتأمين في المملكة حصلت على الترخيص كشركة مساهمة سعودية تحتفظ فيها شركة الدرع العربي البحرين بنسبة 30%. بدأت الشركة ممارسة عملها في المملكة العربية السعودية كشركة مساهمة سعودية اعتبارا من عام 2009. تقوم الشركة بتقديم كافة منتجات وخدمات التأمين في مجال التأمينات العامة بالإضافة إلى التأمين الصحي وفروع ومنتجات تأمينية متعددة أخرى. اليوم سنتطرق في كلام مسؤول إلى أعمال هذه الشركة مع مدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني السيد باسم عودي. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ باسم. طبعا نتقاسم الحوار معك أنا رولا تراوني وزميلتي نهى علي والزميل هاني نصر، ونتعرف أكثر معك ومع السادة المشاهدين على جانب من سيرتك المهنية. إذن أعاود الترحيب من معك بك، أو عفوا سيد باسم عودة مدير عام شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. سيد باسم، كما اعتدنا في هذا البرنامج أن نبتدئ دائما بالنتائج الأخيرة التي أصدرتها الشركات يعني في كلام مسؤول، ولنتحدث عن التطور ما بين ربع إلى آخر. لاحظنا أنه كانت هناك نوع من الانخفاض في المقارنة ما بين الربع الثاني عن نتائج الربع الأول، ولكن كانت هناك زيادة عن الربع المماثل من 2014. لماذا هذه الاختلافات؟ شكرا لكم على الاستضافة، وأرحب بكم أنتم ضيوف اليوم باعتبار على شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. وفي الحقيقة اختلاف النتائج يتبع طبعا عوامل عديدة، منها قد تكون الموسمية أو اختلاف بعض المطالبات التي تحدث في ربع ولا تتكرر في الربع الآخر. فهناك ظروف خاصة بكل ربع أو كل فترة مالية تملي بالتأكيد النتائج، لكن بالمجمل نتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي لأعمال الشركة إذا قارنتم بين النتائج المنشورة حتى الآن وهي نصف السنة. كما تعلمون الربع الثالث لم تنشر نتائجه لغاية الآن، ولكن النتائج المنشورة وهي النصف الأول من العام 2015 بالمقارنة بالعام الماضي هناك تحسن سواء في المبيعات أو في الأرباح بشكل عام. يعني نحن كما ذكرت بانتظار نتائج الربع الثالث. نعرف أنك ما فيك قانونيا أنك تفصح عن هذه النتائج قبل نشرها على عند السوق السعودي، لكن كتوقعات كيف يمكن أن نرى الربع الثالث؟ هل سيكون أفضل بكثير من الربع الذي سبقه أم على نفس المنوال؟ للأسف في قطاع التأمين عندما يعني تقيس نجاحك بنجاتك من الخسارة، فأستطيع القول بأن الحمد لله ربما يعني ستستمر النتائج بالشكل الجيد،
والإيجابي، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك في هذا الوقت. نعم. أعود معك سيد باسم، نعلم جيدا أن مجمل شركات التأمين في السوق السعودي بعضها من يستطيع البقاء فعلا في ظل تنافس واضح، شريحة كبيرة من الشركات ربما من يصلح لها هو الثلث. ما هو وضع الشركة اليوم بالنسبة لرأس المال؟ هل تجدون أنه تحققون نمو في رأس المال أرباح، أم أنكم تآكلت لديكم أو تآكل رأس المال مؤخرا، والسبب يعود كما ذكرت إلى التنافس وهنالك من يحرق الأسعار في السوق؟ نعم، شكرا، هذا سؤال مهم. في الحقيقة شركة الدرع العربي للتأمين وإن كانت ربما من حيث حجم المبيعات تصنف من شركات الوسط المرتفع ربما في المملكة، ولكنها من حيث الربحية ومن حيث النتائج تعتبر من شركات الصف الأول في المملكة. إذا أخذنا كمقارنة نتائج العام الماضي 2014 وهي كما تعلمون منشورة ومدققة بالكامل ونهائية، فبنهاية العام 2014 كما تعلمون هناك 34 شركة تأمين تمارس العمل في السوق السعودي. من بين 34 شركة هناك 24 شركة ما تزال للأسف الشديد في اللون الأحمر أو في الخسائر، بمعنى آخر أن نتائجها التشغيلية لا تزال إذا أخذنا قيمتها الدفترية تقل عن قيمتها الإسمية، بمعنى أنها لم تعوض خسائرها أو أنها لا تزال في الخسائر. وهناك شركات أخرى حققت أرباح وبالتالي لديها أموال تفوق رأس المال الذي بدأت به نشاطها. شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني هي من تلك الشركات العشر التي كانت تحقق نتائج مربحة الحمد لله. نحن في المركز الخامس من بين 35 شركة من حيث الإكويتي أو رأس المال والأرباح المبقاة بنهاية عام 2014. نحن في المركز الخامس من ترتيب الشركات، علما بأن عدد الشركات التي في اللون الأخضر لا يتجاوز 10 من بين 34 شركة تأمين في المملكة. نعم. أيضا لنتحدث عن الخبر الأبرز فيما يتعلق بالتسوية التي أجريتموها مع شركة المراعي، يعني في كم أثرت هذه التسويات؟ نعلم أنه المبلغ كان كبير بحدود 800 مليون ريال، كم حجم التسوية التي تم الاتفاق عليها، وكم هذا أثر أيضا على الملأ المالية لشركتكم؟ أشكرك. في الحقيقة هذا الكلام عن هذا الحادث أو هذه المطالبة والتسوية هو أمر مهم، لأن هذه المطالبة كانت كبيرة في الحقيقة، وربما تكون المطالبة الأكبر من حيث الحجم في تاريخ صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية بالنسبة لخسارة فرع الحريق. المطالبة وقعت في أكتوبر من العام الماضي 2014 وتم تسويتها بالكامل خلال فترة تقل عن 9 أشهر، وتم دفع المبلغ بالكامل، وكان المبلغ النهائي الذي تم الاتفاق على تعويض العميل به هو 790 مليون ريال، وهذا يشمل التعويض عن الأضرار المادية التي نجمت عن الحريق، إضافة إلى التعويض عن انقطاع العمل أو خسارة الأرباح لمدة سنتين كحد أقصى من تاريخ الحادث. وبكل المقاييس الحقيقة كانت هذه التسوية إنجاز كبير نعتقد. طيب ماذا عن ملاءتكم المالية؟ يعني إخراج 800 مليون ريال ليس بالأمر السهل، كيف تعوضونها؟ صحيح، في الحقيقة هذا يعود للحرفية والتخصص والمهنية العالية التي يتم إدارة الشركة بها، وتحديدا فيما يتعلق ببرنامج إعادة التأمين. كيف هي هذه الحرفية؟ معلش اطلعنا على الموضوع. نعم. كيف تكون هذه الحرفية؟ نعم. حتى أنكم تعوضوا 800 مليون ريال، مبلغ مش صغير. نعم هذا صحيح، ولكن هذا يعتمد بالنهاية على برامج الحماية التي تبرمها الشركة من اتفاقيات إعادة التأمين مع معيدي التأمين المختلفين في العالم. فهناك شركة الدرع العربي للتأمين منذ نشأتها تتبع سياسة متحفظة وحريصة في الحقيقة، فهناك اتفاقيات سنوية مع مجموعة من معيدي التأمين من أبرز المعيدين في العالم وذوي السمعة الحسنة والممتازة والتصنيف الائتماني المرتفع. نعم. هذا فيما يتعلق بالاتفاقية المعتادة السنوية أو ما يطلق عليه اسم التريتي، ولكن أيضا حرصا على حماية المبالغ التي تترتب على الدرع العربي حتى بعد هذه الاتفاقية، هناك أيضا اتفاقيات أخرى
تسمى اكسس اوف لوس او اتفاقيات وقف الخساره. نعم. او فائض الخساره الى اخره. فهذه اتفاقيات اضافيه. بالمختصر استطيع القول بان المبلغ الذي تحملته شركه الدرع العربي للتامين من هذه المطالبه والتي بلغت ما يقرب من 800 مليون ريال، حيث كما تعلمون هناك مبلغ المطالبه المسدد للعميل. نعم. او المؤمن له، وهناك مبالغ اخرى مصاريف المعاينه والمهندسين والمختصين الذين عملوا على الاشراف على تقدير وتسويه. نعم. الخسائر. فالمبلغ الاجمالي 800 مليون ريال لم تتحمل منه شركه الدرع العربي للتامين بشكل نهائي اكثر من مليون ريال سعودي. مليون؟ زي ما مليون ريال؟ نعم. يعني انت تتحدث عن فرق كبير جدا. طيب بالنسبه لمعيدي التامين الذين تتعاملون معهم في البدايه، اريد ان استفسر، هل هم شركات سعوديه ام هي شركات اجنبيه؟ هم بالدرجة الأولى شركات عالمية، من الدرجة الأولى في العالم ومن أكبر المعيدين في العالم. هل ممكن أن نعلم لأنه كونهم يعلمون بخطورة قيمة الخطر في السوق السعودي ربما يترتب عليه إعادة برمجة العقود مستقبلا معكم؟ في الحقيقة نحن على تواصل مع هذه الشركات العالمية، وعلاقاتنا معها علاقات ممتازة وفي تواصل دائم. واستطيع ان حقيقه يعني، وانت لك الشكر لانك ربما يعني ذكرتيني بان اقدم جزيل الشكر والتقدير في هذا المقام لمعيدي التامين الذين كان لهم فضل كبير في الحقيقه، وان كان هذا واجبهم ولكنهم كانوا متعاونين جدا للغايه. نعم. واظهروا مهنيه عاليه. لماذا سيد باسم لا يوجد مجاملات في هذا القطاع؟ يعني كل شركه حريصه على فلوسها كما يقولون. كما ذكرت ليس هناك مجاملات، كل ما في الأمر أنهم قاموا بواجبهم وهذا يشكر عليه لأنه بحرفية رغم قصر المدة ورغم قيمة المطالبة. يعني وستبقى الاتفاقيات معهم نفسهم أم ستلجأون لشركات أخرى؟ يعني أبدو هم التعاون معكم، استمرار التعاون معكم لاحقا؟ في الحقيقة حسب المؤشرات التي لدينا لغاية الآن، ولم يتم رسميا تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، ولكن حسب المعلومات التي لدينا لغاية الآن لا يوجد أي نية من قبل المعيدين بعدم الاستمرار في التعامل، لأن التأمين من يعمل في التأمين الشيء اليومي هو الحوادث، فلا يمكن أن تعمل في التأمين ولا تتوقع أن يكون هناك حوادث. طيب. ولكني أريد أن أشكر تحديدا إذا سمحتوا لي في هذه المناسبة شركة هانوفر ري، وهي من الشركات التي تقود برنامج إعادة التأمين لشركة الدرع العربي للتأمين، والحقيقة كان لها جهد كبير في الالتزام والمصداقية وهذا ما يشكر عليه. وكذلك لا يفوتني. طيب. أن أذكر أيضا الشركة السعودية لإعادة التأمين يعني على كل حال يعني سوف أنتقل إلى موضوع آخر بعيدا كما ذكرت الزميلة رولا عن المجاملات. أنشطة التأمين متنوعة، هي ما هي أكثر هذه الأنشطة التي تدر على الشركة دخل جيد؟ هذا سؤال وبالأرقام لو سمحت. نعم في الحقيقة يحتل يعني فرع التأمين الصحي وتأمين السيارات جزء كبير يتجاوز 75% ويقترب من 80% من سوق التأمين في المملكة العربية السعودية. وربما للأسف أن رغم هذا الحجم الكبير لهذين النوعين من التأمين إلا أن النتائج عادة ما تكون غير مربحة أو غير مربحة بشكل كبير، قد تكون مربحة ولكن لا تكون أرباح كبيرة. عادة نتائج التأمين تكون مربحة في التأمينات العامة مثل تأمينات الممتلكات أو التأمين البحري أو تأمينات المسؤولية. هذا يعني في كل العالم غالبا ما تكون نتائجها مربحة أكثر، والنتائج الفنية إذا أردت أرقام ربما تصل النتائج الفنية إلى نسبة 30% ما يطلق عليه بالتكنيكال ريزلتس، تصل إلى 30% فيما يتعلق بالتأمينات العامة، بينما لا تتجاوز 10% في بعض الأحيان في التأمينات الصحي أو تأمين السيارات. نعم، سوف نكون أيضا معك فيما يتعلق بالمحفظة الاستثمارية سيد باسم التي تديرها الشركة، كم حجم المكاسب التي حققتها هذه المحفظة وأين تستثمرونها، يعني أي المجالات تدخلون بها، ولكن بعد هذا الفاصل ونكمل مشاهدينا معكم مسؤولية الكلام في كلام مسؤول.
إذن ومشاهدينا نعود مجددا مع سيد باسم عودة مدير عام شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. من جديد سيد باسم، لنفتح ملف أيضا المحافظ الاستثمارية التي تديرها هذه الشركة، أين تستثمر وكم هو حجم أو مستوى نموها المتتابع على الأقل ما بين 2014 إلى النصف الأول من 2015؟ في الحقيقة فيما يتعلق باستثمارات الشركة تتركز في استثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة. هناك متطلبات صعبة الحقيقة أو ربما تكون صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالقواعد التي تحكم استثمار أموال شركات التأمين، وهذا بالطبع من باب الحرص على أموال الشركات وأموال المساهمين وحتى لا يكون هناك تهور في بعض الاستثمارات مما يعود بالخسارة على الشركات. فبالتالي استثماراتنا تتركز في ودائع بنكية أو في بعض الصكوك إلى آخره من استثمارات داخل المملكة، معظمها داخل المملكة، هناك شيء بسيط منها خارج المملكة لأن هناك نسب معينة لا تسمح مؤسسة النقد العربي السعودي بتجاوزها إلا بموافقة خاصة إذا تأكدت أنها مأمونة. ولكن بشكل عام فيما يتعلق باستثماراتنا يحكمها عدة عوامل، أولا أنها استثمارات ضمن أطر شرعية حسب قرار مجلس الإدارة، فالاستثمارات تكون في قنوات شرعية من ناحية، سواء في مرابحة أو خلاف ذلك من صكوك واستثمارات أخرى، وهذه الاستثمارات غالبا ما يغلب عليها أنها استثمارات قليلة المخاطر. وكنت قد سألت عن العائد، الحقيقة عائد الاستثمارات كان في العام الماضي منخفض، ولكنه كما قلنا لا نتوقع كم سيد باسم؟ كم منخفض؟ كان 5 ملايين ريال في العام 2014. نعم، يعني يقال عن قطاع التأمين في المملكة أستاذ باسم أنه الأفضل الآن أن يكون هناك عمليات اندماج بين شركات التأمين الكثيرة في المملكة الصغيرة بالتحديد. هل أنتم سوف تكونون جزء من هذه العمليات، تقومون باستحواذات لاحقة أم ماذا؟ أنا شخصيا أعتقد أن هذه موضة ربما يروج لها أكثر الناس من ربما العاملين في الاستشارات المالية يعني يجدوا لهم عملا. في الحقيقة موضوع الاندماج أو الاستحواذ في المملكة العربية السعودية في شركات التأمين له فرصة، ولكنه ليس بالشكل الذي يروج له للأسف الشديد. عندما تريد شركة أن تستحوذ على شركة بس أخرى، عندك شركات كثير صغيرة وخسائرها كثيرة، يعني خسائر كبيرة تتراكم هذه الخسائر، ما الذي تفعله بالسوق؟ أنا أعتقد أنه إذا كانت هناك شركات لا تستطيع المضي قدما فمن الأفضل أن تغادر السوق. ولكنك إذا أردت أن تستحوذ على شركة أخرى، إذا لم تجد هناك قيمة مضافة تضيفها هذه الشركة أو يكون لها قيمة بحيث تستفيد من الاستحواذ عليها، فلا فائدة من الاستحواذ على شركة فاشلة أو خاسرة. طيب، ولكن هل سامة ما حدث لكم سيد باسم؟ يعني عفوا على المقاطعة، هل مؤسسة النقد كونها جهاز الرقابة على قطاع التأمين في السعودية ما حدث لعمليات صحية من الاندماج أو الاستحواذ؟ أنت تتكلم فعلا عن الحالات المرضية، لا نروج لها، عن الصحية منها، هل تجد أنه لديكم فرصة ماثلة في السوق السعودي؟ نحن نعتقد، يعني لو أكملت كلامي لقلت أن هناك يعني فرص جيدة ولكنها قليلة. هناك شركات متشابهة إلى حد ما قد تجمع بينها عوامل مشتركة، وفرصة الاندماج ربما تكون فيها ناجحة إلى حد بعيد. من الشركات ترشحها سيد باسم؟ أرشح شركات الوسط التي تحقق نتائج معقولة، شركات الوسط التي تحقق نتائج معقولة، ربما خاصة تلك التي تتواجد يعني مراكز قوتها في منطقة من المناطق. بمعنى آخر، إذا كانت شركة متواجدة في المنطقة الغربية وليس لها وجود قوي في المنطقة الشرقية، ربما تتحالف أو تندمج مع شركة من شركات المنطقة الشرقية بحيث يكونون يعني كيانا أقوى. هل تفكرون فعلا قريبا أن تقوموا بهذه العملية ومتى؟ التفكير موجود، ولكن للأسف يعني لم تكن هناك محاولات جدية أو فرصة نعتقد أنها قريبة أو مواتية، ولكن التفكير موجود. نعم، طيب لنعود على أيضا التوقعات بأن شركات التأمين في المملكة تلوح بأنها سترفع أقساط التأمين، وحتى في انتقادات جرت على هذا الأمر يقال بأن شركات التأمين تحاول أن تغطي خسائرها التشغيلية وأنشطتها بأن تعوضها برفع هذه الأقساط. ما هي خطتكم المستقبلية بالنسبة لهذه الأقساط؟ هل هناك نية رفع ستنسجم مع الشركات الأخرى؟ يعني هل هناك من تجمع لشركات التأمين تشتركون فيه في تحديد التسعيرة؟
بالتأكيد الاقتصاد المملكة العربية السعودية كما تعلمون اقتصاد حر ولا يمكن الاتفاق على تحديد الأسعار لأن هذا ضد قواعد المنافسة العادلة ولا يمكن لشركات التأمين أن تتحالف أو تتفق على أسعار معينة. ولكن ما يحصل للأسف الشديد الأصوات التي يعني تطالعنا بها أحيانا وسائل الإعلام أو الصحف متهمة شركات التأمين برفع الأسعار دون مبرر هي أصوات في الحقيقة لا تستند إلى أسانيد وحقائق وأرقام. شركات التأمين باختصار شديد تريد أن لا تحقق خسائر في قطاع تأمين السيارات. كنا في السابق نبيع التأمين ضد الغير أو التأمين ضد المسؤولية ب 350 ريال فقط وكنا نحقق أرباح وكنا سعيدين بهذه التسعيرة. والآن نبيع التأمين نفسه بربما أسعار تتجاوز 3 أضعاف هذا المبلغ ولكننا نحقق خسائر. إذن ما الفائدة؟ هناك مشكلة أساسية من هذا المنبر أرجو أن تتيح لي المجال أن أوجه رسالة. لماذا التناقض فعلا؟ اسمحوا لي أن أوجه رسالة مهمة جدا حقيقة قبل التأمين وقبل النتائج وقبل الأرقام مهمة جدا لأنها تتعلق بالأرواح البشرية. في المملكة العربية السعودية حوادث السيارات مرتفعة جدا بكل المقاييس. ضحايا حوادث السير مرتفعة جدا بالمقاييس العالمية. تقريبا كل ساعة يموت إنسان بريء بسبب حادث سير. وبالتالي استمرار هذه الحوادث وعدم وجود خطة على مستوى وطني وشركات التأمين من الشركات التي يمكن أن تساهم بكل ما أوتيت من قوة وإمكانات وخبرات في المساعدة في هذا الجهد والجانب التوعوي. ولكن هناك جهد مطلوب من الجميع. طيب هل إذا تحولتم طيب أكثر للتأمين الصحي وألغيتم تأمين المركبات أفضل لكم طيب سيد باسم؟ يعني إذا كنت كل ساعة بموت واحد ما بعرف. يعني الأرقام كثير مبالغ فيها. لا يمكن إلغاء تأمين المركبات عفوا. أنت موجود في المملكة العربية السعودية والتي تنص أنظمتها على إلزامية التأمين. فطالما هناك تأمين إلزامي يجب وجود شركات تقدم هذا النوع من التأمين للمستفيدين منه. وبالتالي لا تستطيع أن تنسحب من السوق. ولكن أنت ملزم بأن تبيع هذا التأمين بالسعر الذي يحقق النتائج التي لا تكون فيها خسائر. وبالتالي ببساطة معادلة يعرفها طالب الابتدائي. إذا زادت الحوادث زادت الخسائر والتعويضات وبالتالي سيزيد السعر. لن يفيد هؤلاء الذين يتكلموا على ضبط الأسعار لن يفيدهم إطلاقا إلا إذا عملوا مع شركات التأمين على زيادة التوعية المرورية على تقليل الحوادث. هذا كلام يعني أكيد وطبيعي الذي توجهه للتوعية اجتماعية ككل. لكن دعني أذهب مجددا إلى لغة الأرقام أستاذ باسم. هل سوف نرى رفع لرأس المال لاحقا أم أنتم مكتفون بذلك؟ فيما يتعلق بشركة الدرع العربي وكما ذكرت لكم سابقا هناك فائض الحقيقة وأرباح مبقاة تقرب من ربع رأس المال. وبالتالي نحن الحمد لله في حالة سيولة ممتازة وملاءة مالية عالية ولا نحتاج رفع المال لرفع رأس المال إلا إذا رأينا ذلك لأن يحقق أهداف للتوسع في المستقبل أو استحواذ إلى آخره أشياء ربما لا تكون موجودة في المدى المنظور لكنها قد تطرأ في المستقبل. إنما لا توجد ضرورة أو حاجة لرفع رأس المال فيما يتعلق بالدرع العربي. سيد باسم يتبقى لدينا سؤال واحد. هل وضع الشركة اليوم يسمح لها بتقديم توزيعات نقدية؟ أم أنكم تقولون دعونا نؤسس فقط العظم ونثبت مقدرة هذا الجسد على الوقوف من بعد ذلك نكسيه باللحم؟ أشكرك على هذا السؤال الجيد. أعتقد أنه من الواضح أن وضع الشركة يسمح بتوزيع أرباح نقدية لأنها تحقق أرباح. ولكن رؤية الشركة كم يعني النسبة إذا فينا نعرف النسبة هل سوف تكون جيدة فعلا أم ماذا؟ هذا يعتمد على قرار مجلس الإدارة. هناك 50 مليون تقريبا متوفرة للشركة كأرباح مبقاة تستطيع أن توزع منها ما تشاء كأرباح. ولكننا نعتقد أن تقوية الشركة هي مصلحة مقدمة على دفع مبالغ زهيدة كأرباح للمساهمين. في الوقت الحاضر نعتقد أن من الأفضل تقوية المركز المالي للشركة وإبقاء هذه الأموال فيها. لن يكون هناك توزيعات. هذا قرار كما ذكرت سابقا أرجو أن تتفهم أنه لا يمكن الإفصاح لهذا لأنه يخالف تعليمات هيئة السوق المالية. هذا قرار لم يأتي وقته سوف يعلن في حينه على تداول. على كل حال الأستاذ باسم عودة مدير عام شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني شكرا جزيلا لك على رحابة صدرك وتحمل 3 مذيعين سوا.
أهلا وسهلا بكم أي وقت. إذن بهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج كلام مسؤول، سعدنا بصحبتكم وإلى اللقاء.